لقجع 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 وكما العادة كل التحية للصديق أحمد إديسيو على هذه الفيديوهات الرائعة على بني كرغل على حضيرة الجزائر ونعم هو فوزي لقجع هو فوزي رقجع رئيس الجمعية الملكية لكرة القدم المشرف على النهضة الكروية والرياضية في المغرب مرعب وفزاعة الإعلام الجزائري ونظام حضيرة الجزائر بكل رموزه فكما شاهدتم في بداية هذا الفيديو لقجع 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 هذه هي الأسطوانة اللي غادي تكرر في قادم الساعات في قادم الأيام في قادم الأسابيع في قادم الأشهر في قادم السنوات وصولا إلى كأس العالم وما بعد كأس العالم إن شاء الله في المغرب نعم هو فوز لقجع من سبعين الكرام الذي أصدر قبل قليل عن طريق الجامعة الملكية لكرة القدم بيان رسمي يهنئ فيه فريق نهضة بركان على التأهل إلى النهائي نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وغادي نقرأ لكم نص البلاغ الذي يقول هنأ رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي القجع فريق نهضة بركان بمناسبة التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وقالت الجامعة في رسالة تهنئة نشرتها على الموقع الرسمي للجامعة الملكية لكرة القدم يتقدم السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي أعضاء المكتب المدوري المديري للجامعة بتهنئة فريق بتهنئة فريق نادة بركان بعد تأهله لنهائي كأس الاتحاد الإفريقي إثر انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري من إجراء المباراة التي كان من المنتظر أن تجمعهما يومه الأحد 28 أبريل 2024 بالملعب البلدي ببركان وسيواجه فريق نهضه بركان في اللقاء النهائي فريق الزمالك المصري الذي تجاوز فريق دريمز الغاني وسيقام ذهاب النهائي يوم الاحد 12 ماي المقبل ببركان والإياب يوم 19 ماي بالقاهره وبطبيعه الحال نتمنى التوفيق والانتصار والتتويج لفريق نهضه بركان لانهم فعلا يستحقون التتويج فهذا كان بيان متابعينا الكرام من الجامعه الملكيه لكره القدم ومن الفزاعه فزاعه النظام الجزائري السيد فوزي القجع رئيس الجامعه الملكيه لكره القدم فانظروا الفرق هنا متابعينا الكرام انظروا الفرق ما بين من يكثر الكلام من يكثر يعني الصراخ والعويل والنباح في كل مره كيجيبوا رئيس اتحاديه جديد لكره القدم في حضاره الجزائر همهم شخص واحد هو القجع اول ما كيجيبوا شي واحد من الجزائر باش يردوه رئيس اتحاديه الجزائريه لكره القدم كيبداو يقول لك هذا هو اللي غادي يقضي على القجع هذا هو اللي غادي ينتصر على القجع هذا هو اللي غادي ينهي المسيره ديال القجع هذا هو اللي غادي يفعل ما عرفت شنو مع القجع فراسهم غلق جع غلق هذا في المجال الرياضي وطبيعه الحال في المجال الدبلوماسي بوريطا وعمر هلال في مجالات اخرى كل واحد وشاد بلاصتو كل واحد كيقوم بالواجب ديالو وخدامين في صمت بدون بهرجه وبدون بروباغندا وبدون عويل وبدون صراخ وبدون كل هذا الهرج و يعني الغباء اللي كنشوفوه في نظام حضاره الجزائر وفي الابواق الاعلاميه ديالو الان السيد فوزي القجاع عنده ضحيه جديد على ما أعتقد هو الخامس ولا السادس اللي هو وليد الصادي في الغالب غاديش يبقى رئيس إتحادية جديد لكرة القدم تماما كما ناصر بوريطا عند الضحايا ديالو اللي هما وزراء الخارجية ديال حاضرة الجزائر ها قدوس ها سلال، ها إيه الحمامرة دابا هذا دا عطافه هو كياكل التصرفيق غادي يصيفطوه في حالته غادي يجيبوا واحد اخر وكيديروا نفس المساله فاش كيجيبوا وزير خارجيه جديد نفس الهضره كيقولوا هذا هو اللي غادي يقضي على بوريطة، هذا هو اللي غادي يدير البوريطا هذا هو حاضين غا المغرب والناس ديال المغرب والمسؤولين ديال المغرب اللي هما محبوبين من طرف الشعب اللي كنتكلم عليهم الان سي ناصر عمر هلال القجع في الميدان كرة القدم دا راه داير خدمة نقية هادو كاملين فاش كتلقاهم محبوبين من طرف الشعب المغربي كتلقى نظام حاضرة الجزائر مركز معهم معقد منهم علاش لأنهم كيخدموا لأنهم كيحققوا الإنجازات اللي باغينها حنا في المجال الكروي والإنجازات الإنجازات اللي بغيناها في المجال الدبلوماسي راكم عارفين الانتصارات الدبلوماسية والصفعات الدبلوماسية التي توجهها أو يوجهها المغرب لنظام حاضرة الجزائر وفي صمت في صامت بدون بهرجه وبدون كلام وبدون هضره خاويه وبدون نباح وبدون عاول وبدون حنا غادي نجيبوا وزير جديد باش يقضي على الوزير الجزائري ما حنا ما كنقولوش هذا الشيء حنا عندنا وزير واحد بوريطا شوفوا شحال قضى على الوزراء ديال الخارجيه ديال الجزائر شي اربعه ولا خمسه عاوتاني ديال الوزراء الخارجيه في حضارات الجزائر اللي قضى عليهم ناصر بوريطا اللي بسبب ناصر بوريطا تمت اقالتهم وطردهم ومنهم من دخل السجن منهم من دخل السجن، علاش يعني ما قدروش يديروا شي حاجة ضد المغرب؟ كذلك ومثال عمر هلال. عمر هلال شحال من مندوب دائم ديال الجزائر في الأمم المتحدة تبدل بسبب ديال عمر هلال. عمر هلال في المداخلات ديالو ما كان الصواريخ. ما كان الصواريخ، ما كان القصف، وما كان غا الترفيق، وما كان الصفعات. الأسد عمر هلال، وشوفوا شحال من مرة نظام حضارة الجزائر بدل المندوب الدائم ديال الجزائر في الأمم المتحدة بسبب عمر هلال. هذه هي الخدمه والخدمه تكون بالسكات ما كتكونش بالهراج وكثرة الهضرة وحنا غادي نديرو وغادي نفعلو وحنا قوة ضاربة وتقاشر افريقيا والزمر كحل في نهاية المطاف هربتوا، هربتوا من المواجهة هربتم من المواجهة هربتم في عقر دياركم وهربتم هنا في المغرب انتم جبناء وأتحدثون عن نظام حضارة الجزائر والان دخلتوا في واحد القوقعة واحد يعني آه دوامه من المشاكل اللي ما غاديش تقدروا تخرجوا منها بسبب هذه الفضائح اللي درتوا منها مع الجماهير ديال اتحاد العاصمه الجزائري وانا شفت فيديو ديال بعض الجماهير اللي كانوا بعض يعني الجزائريين اللي كانوا حاضرين باش يشجعوا اتحاد العاصمه في بركان في الملعب ديال بركان وبالمناسبه ما تعرض ليهم حد ما ضربهم حد ما تعتقلوا ما قلنا عليهم جواسيس ما قلنا عليهم حتى شي حاجه لكن شفت انا فيديو ديالهم جالسين كسبوا في الاداره ديال اتحاد العاصمه كيسبوا في الاداره ديال اتحاد العاصمه وكيقولوا عليهم جبناء لانهم انسحبوا وهذه المساله غادي توقع حتى داخل حضارة الجزائر غادي تقلبوا على النظام الجزائري بسبب الكره بسبب الكره لان الكره عندهم المتابعين ديالها وعندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا ونظام حضارة الجزائر دابا ما فهمش واحد القضية أن هناك قنبلة داخل الجزائر كتوجد باش تنفجر ونظام حضارة الجزائر مازال غادي في نفس الاتجاه في نفس الاتجاه في نفس المنظور في نفس الغباء بغاوش يتبدل العقليه ديالهم بالنسبه الينا مزيان ما العقليه ديالهم نبقاو فحال هكا باش يمشيو للهاويه وهذا الشيء اللي كاين متابعينا الكرام واراكم في فيديو قادم